السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم بهذه المحاضرة، يعني مفهومة صراحة. يعني كليات طبية أربع كليات في ساعة ونص، يعني أنا اسمي عبد الحميد، أنا طالب طب بشري سنة خامسة. تحركوا شوي عن كلية طب بشري إن شاء الله. إن شاء الله غير. هلا أول شيء أنا رح أحكي عن أزمة البكالوريا، ما بعرف شو، بس بدي أحكي كلمة سريعة عن المرحلة الجامعية. شو يعني جامعة؟ بالذات شو يعني جامعة بكلية طب بشري؟ يا جماعة الشغل اللي نحن هيك يعني إنه الجامعة هي نقطة نوعية، ما بين مرحلة نستدي بس هي تبعت لنا زاوية بالمدرسة إنه أنا بدرس عشان أنجح، والمرحلة اللي هي ستدي بروديوس، نحن ندرس عشان ننتج. الامتحان الحقيقي مو قدام الورقة، الامتحان قدام المريض. يعني مثلا خلينا نتخيل مثلا بكرة جاي عندنا مريض معه بيطلع طبي كتب راسه معه مثلا بي سي سي نوع من أنواع أورام الجلد، بتقول له والله يعني هي حسيتين دكتور شو رح يكون هيك؟ عن جد شيء مفجر، عن جد يعني مو معقول نحن كاطباء هيك ناخذك بمنهاج الجامعي من بعد شو نحن ما بندرس ننجح، لا امتحاننا الحين قدام الوضع. هلا قبل ما بلش بدي اجيب مثل فيديو صغير دقيقه واحده بس لو سمحت، عن كليه احلامكم. ما بلش بدي ادرس اول شيء، يعني جد يعني ليش هيك العالم بفكر انه طالب الطب هيك؟ يعني لا عن جد يعني اذا كان هيك بنظره هو على الطريقه مش مشكله، بس مو يعني مو اساسي بالطريقه هي، ان شاء الله هلا نحاول نغير الصوره هي. تمام، رح احكي لكم شوي عن سنوات دراسه بكليه الطب البشري. هن 6 سنوات بالتقاط، يعني رح نقسمهم بالعادي بقسمهم لثلاث اقسام او 3 سنين وبعدين 2 4 5 وبعدين 6. طيب هلا السنوات ذات الاولى هو عمليه بندرس فيما بنسميها البازك ساينس والعلوم الاساسيه. تمام، هذا الشيء اللي بندرس فيه بكليه الطب البشري فقط، ما في دوام بالمشافي ابدا، بمبادئ التشريف العلمي بس بناء الاعمال والمدرجات بناء المقابل كمان. تمام، بدي اشوف المواد التدريسيه اللي بتحكي فيها. اول شيء كمان خاف يعني الصوره مو كويس، مو اثنين اكيد بس انا عشان ما احط لكم يعني من 3 سنين مثلا خاصه اول ثانيه كيف حطيت لكم، حبيت ابرز المواد بدكم اياها بصورة مراجع لحتى تعرفوا كثير مهمة كمان انه المكتبة الطبية غنية جدا 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 عن جد، يعني بلبني كافة الأسواق. تمام، هلا بالسنة مش ممكن تدرسوا مثلا بتدرسوا مواد أساسية بتحكوا شوي مثلا دراسة جنين علم خلية علم تشريح. تمام، هلا هي مواد أساسية بس الشغل اللي بدكم اياها هون هي هيك يعني شكوى عن المجتمع هذا طبعا عن جد، يعني مجرد واحد منا فات عليك بطب بشري فهذا صار مباشرة دكتور، مو بس دكتور يعني اكسبيرينس كمان عن جد، يعني شو طالع عندك مثلا؟ شوفك جامعة اهلين دكتور يا اهلين سليم، تكون مثلا عم تطلع على صديق بابي لك شوف من هاي راشدتا اللي اعطاني الدكتور طالع فيها ثلاث راشدتا بس تحت المبنى جدا، شو هذا يعني شو ترجين السنة الأولى ما درست العناوين يعني. تمام، يعني لا تظلموني يعني عن جد طول بالك هاي واحدة واحدة يعني لا تهدي التقوى منها، مواد أساسية بالسنة الأولى كاملة، بالسنة الثانية يعني مترقبة شوي بدرس مناعة فيزيولوجيا علم خلية كيمياء حيوية. هلا السنة الثالثة بتجي أحلى طبعا، ببلش أربط ما بين السنة الثالثة أو السنوات اللي هي العلوم الأساسية والعلوم الطبية. في مثلا عندنا علم الأدوية، علم الإحصاء الحيوي كمان الصحة، تمام؟ علم الهربتولوجي، علم الجراثيم والفيروسات، إحصاء حكينا، تشخيص مرضي، أعراض تشخيص، تمام؟ يعني بتصير السنة الثالثة أحلى، هي يعني عملية ربط بين السنوات الثالثة الأولى والسنة الرابعة والخامسة. تمام، هي شغل المخالف طبعا.
النقط كلها اللي عم تكون بالسيمولات الثلاثه هي عباره عن نظري قسم نظري قسم نظري وقسم عملي. النظري عليه ثلاث علامات والعملي عليه ثلاثين تمام. وهي صور المخابر يعني شوفوا الشغل عليه كثير حلو. هي مخابرنا هون، هي تجارب على المقاطع بتساوي كمثال على الارانب كمان تخطيط عده مقاطع مخابر الطب الشرعي مخابر كيمياء كثير في يعني شغلات ممكن نسويها تمام. هلا انتقلت مثلا السنه الرابعه والخامسه هون بقى ببلش العمل في الاقتصاد الطبي او يعني فلكي وما بعرف شو راح نسوي فيهم. الشيء الاساسي فيه هو الاستاجات. شو يعني استاجات؟ يعني نحن لو بنشافي هلا بدنا نحن لو بنشافي السنه الرابعه والخامسه تمام. بننزل نتكلم على الكليه على المشفى عفوا على مكافاه التعليم العالي هن سبعه في الجروب المشفى الاسر والمواساه وجراحه القلب والاطفال والتوليد الجدية والبيرون. طبعا دول مشاكل وزارة التعليم العالي من قوسين تحت شغلة صغيرة من العالم تحت دول. هي هذا مشفى تعليمي خدمي هي من قوسين القانون مشفى تعليمي خدمي يعني هذا مالك نفيس لا له مش مشفى مشتهي فانت رايح عشان تعلم عليك يعني عرفت شنو؟ هي هذا القانون مشفى تعليمي خدمي تمام؟ لا شو رح نروح؟ طبعا رح ندرسوا يعني مواد كلية طبية أساسية يعني إذا بتنزل على شارع بتشجع على المسلمين الحمراء بتطلع هيك أرمان كل مواد بتشوف الأرمان في اللي حدثها رح ندرس مثلا قلبية هذا طب شرعي طب شرعي كمان جلدية غزوية مثلا أو مفصلية عينية عصبية جراحة أمراض بطنية يعني كل شيء نفسية طبعا كل شيء كل شيء رح يندرس معنا من كل الطب رح يندرس كل الطب العملي يعني اللي براكتيكال ميديسن هون رح يندرس تمام؟ هلا هون رح نحكي عن الاستاجات كمان هو هون بلش التواصل مع الوضعيه يعني هون بالسنه الرابعه عمليه كتبت بلشت تفق قدام مريض. طيب شو رح يصير بالسنه الرابعه؟ رح تكون معكم استاذ مع كل مجموعه يكون في استاذ تمام. هو رح يبلش شو رح يكون عن المريض؟ يكون في قصه سريريه كامل يعني بشكل اكاديمي طبعا تعليم اكاديمي قصه سريريه مع فحص المريض مع شو مثلا مصور كذا يعني بشكل عام بلشوا تدرسوا مريض كامل مع استاذ ما تحت اشراف استاذ. طيب هلا هون مو مشكلة اللي هون بالعادة كثير العالم بتخاف عن جد يعني انا بدي اوقف قدام مريض بدي افحصه بدي احط له تشخيص بدي اعالجه كمان يا لطيف شغله كثير تمام. هلا هن عندهم ثلاث شغلات بدنا نحط بين ثلاث شغلات بس يعني هن بيمشي حالهم رح تطلع كثير شغله مهتمة يعني اول شيء نقلب السترونج اب وخصوصا للطلبات كمان عن جد يعني ممكن مثلا تلاقي واحد من قسم الاسعاف جاها مثلا مطالع من زور طلع ليش وقت يفتح قدامه يعني يعني واحد يخاف من ذلك مش عن جد يعني ليش هو شو فايت بس يخاف من ذلك يعني الشغله الثانيه كمان يكون في حزن تمام يعني كمان عم مع لابتوب ولا بعرف شو ولا مع الشغله كمان عم مع الشغله هون بتحكي شغله اللي بتكمل بعد شوي انه هذا صار في شيء اسمه ورك براكتس او صار في شيء اسمه سوء ممارسه الطبيه هذا عم يزيد عن هلا شوي شوي يعني تقريبا ما حقق ونحكي عنها ان شاء الله بعد شوي. الثالثة اللي بدي اقولها يكون كثير حزب يعني حلو حتى انه في كثير موضوع عن جد تلاقيه يعني تولي شو اسمه تولي موز عن جد يعني بده يضحك عليك هو ما له يوب بس بده يموت يعني مثلا عند سيدتك ما هيك شيء عن جد بكره بتجيك مثلا تلاقي جيتك مريضة عند 12 ولد طبعا من التدعات المهم عندنا عند 12 ولد سيدة تفحص انت بتقول لها خير خير عم يجي اخ 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 حط لك هون رجليك ما تعرف بعد مثلا طيب هذا شوي خير ان شاء الله عم جاوب رجليك ليش؟ رجلي ليه من الناس كلها عشان خير ان شاء الله معك يسار معي يسار معك مساك معي يسار يا يعني عشان جد هيك شغلات كثير مسؤوله نوعا ما يعني هيك يعني نحن اذكياء اكثر منه اكيد يعني عن جد الا مثلا يا خالد اكيد اكيد يعني عم تنام بليل طب نهارك كله وجع وعم تنام بليل ما عم تنمي اكيد ما عم تحس يعني طبعا نحن احد الاسرار الطبيه شو بنعرف انه المريض كثير كثير عم ترجع احد المرض المؤلم جدا هو التعريف الذي يوقظ المريض من النوم يعني مرض المريض في منه بيقول لك عم ترجع هذا فعلا مصدق انه مرض يعني كثير مؤلم جدا فهم يعني نلاقي طرق نقدر نضحك عليه بنفسه يعني طالع مو مشكله يعني بس انه شو يكون الواحد قلبه قوي وبعد هيك تمام بعد هيك عن جد بصير المريض يخاف منها ومهمين خاف الله المريض يخاف منها عرفت شلون؟ وهي مثال بترجع مشي وهي مشان تشوف دليل هذا مستاج الطبي اللي عملت يعني شوفوا يعني مو بس مو خايفين ولا عم بيلقى اعتري مش كمان يعني مو حدا عارف فين رح تصير معك هذا المريض بظن يعني بظن تصير معك تمام؟ فما في مشكله انه يعني مجرد انك تكون حذر
قلت لك فوق شوي حرب كمان كمان مش كمان. هلا السنة صار حكينا عن أول ثلاثة وبعدين رابع خمسة، هلا السنة السادسة ما في شيء، ما في مواد موجودة، خلصنا دراسة نحن عمليا بس شيء مجرد تكنيكال اكسبيرينس أو يعني خبرة سرية بداية المشاكل، نعيد استاجات السنة الرابعة من الرابعة والخامسة نفسهم نرجع نعيد بدون أي مواد سرية، يعني ما عندنا علاقة بكل نوم ولا عم ندرس شيء، نعيد مراجعة يعني بس فقط لا غير هي مراجعة. تمام؟ هلا هي مفاجأة عجبتني مفاجأة هاي وبدي هيك يعني تزموه اكثر كمان. هلا بدي احكي انا باب انه طرحت يعني صراحه موجود على الموقع الكليه انه سنه سابعه، طبعا هذا الطرح احد الدكاتره مش دكاتره هيك طرح اعاده هيكله كليه الطب البشريه مع اعاده تنظيم المواد، طبعا عم بده سبع سنين يعني طبعا ليش ما بعرف هو حرام كثير يعني ونحن اكيد ما تنوقف وعن جد بتعرف اللي صار هيك يعني نحن طرشين الشارع بشكل اكيد هو اكيد ما رح يصير ان شاء الله، هو كان مجرد طرح بس سنه ونص وما عاد يعني اختفى اسره تماما يعني ما عاد صار في حكي مهم حتى ما بتصور يعني وزاره التعليم المتفرق يعني يعني ست سنين الله يوفقكم هم بمروا يعني بمروا بجد بمروا بسرعه يعني ما حدا حكي بس يعني ست سنين بعدين اختصاص صار شوي سبع سنين عفوا اختصاص كمان بتصير فيه شوي هذا الشيء ان شاء الله. هلا احكي لكم عن النظام التعليمي، هي مقولة شهيرة جدا انه دراسة عامة وانت مو ما بعرف شو، كثير هيك سوا طلاب الكليات الثانية تضليل اعلامي على كيف الطب البشري، نحن عندك كمية كبيرة بتغرق بين كتب ما بعرف شو، واحلى شيء كمان بعدها انه بقول لك تبع فروم بوك تو مايند ما بعرف شو لانه قرر تنسى كيف تكون كلمة معانا يعني، هلا انا ما رح يعني بالغ كثير بحس انه ما بعرف شو، وهي المفروض في مواد كثيرة يعني، يعني كمية المواد نسبيا كبيرة ما اختلف من هون لا، بس بدي اقول شغلة كمان يعني انه نحن مواد محفظ ولا بس حفظ هي مواد الحفظ وفهم وممارسه كمان عن جد يعني يوم مثلا تقرا انا بحكي عن حالي بقرا مثلا محاضره لانكاستر مثلا او محاضره سرطان الرئه مثلا من البيت وبنزل على الاستاج بعدين عم بشرح قدام دكتور بقعد بحضر وبشارك بس اكيد ما رح انساها عن جد ما رح انساها منو بتحكي عليها قبل كثير منيح ومفحص وبشارك كذا بعتلى تمام هذا هو هون يعني فائده الممارسه اما بيجي مثلا عندك الله هيك يعني موجفين ما بعرف شو مخوفين دائما ما بيستمخوا ولا بيشتغلوا ما بيحضروا كثير اكيد تحت دائما مادي في لطيف مواد كثير صعبه تمام فيعني مو تمام يعني مو هي الاشكال يعني مواد كبيره هذا مو عاد نوقع تمام بيمر بسهوله. هلا بدي احكي لكم مثلا جديده كمان هي على الاقل المناهج الجديده هذا عم تراجع شيء يعني مثلا السنه الماضيه طرح السنه الرابعه كان هي تو كان هيك يعني هذا كثير كثير مسجل يعني فبالنتيجه هلا هي الرؤيه كانت بالطب البشري حبيتي قلناها هي المناهج الجديده هو الطب البشري هلا ما رح يعني بدي احكي لك على صاروخ بس ما حدا يطلع يعني شو مو على صاروخ لا هيك بدي صراحه ما انت هارفرد ولا انت الكامبريدج ولا شو بس بدي اقول لكم شغله كمان انا ما حشي جد نصيحه عن جد ليش؟ لانه تذكروا الشيء عن جد يعني تذكروا انك انت مجاني فقلت لك فوتسي بدمشق الامريكي تذكروا انه هي مجانيه نحن اذا بتقارنوا مع هارفرد اي طالب طب بيطلع من معدي 25 ثلاثة دولار هو عم يشتغل عم يدرس بالطب وعم يشتغل بيطلع من جون بشي مليون ونص ليره مو ما بيعرف ما بيعرف طيب يا معك خاصة يعني عم تسجل في السنه 70 ليره نحن 90 ليره بالتسجيل السنيه تخيل بها المبالغ اللي هي حطيناها بالكليه تبعنا ليش كانت تدرس؟ كانت ممكن هارفرد عن جد يعني ما تبالغ انما كانت ممكن هارفرد تدرس تمام؟ فيعني هذا مبالغ عداله بتحكي الموضوع يعني لا تنسوا انه دائما الكليه تعبانه ما بعرف لا انت كمان هي مجانيه نحن ما بنقول شيء تمام؟ وقت نقارن بغيرنا نعرف انه في غيرنا عم يدفع مين. هي مبالغ عدالة في المكتب يعني. احكي لكم شوي عن الدات يعني طبعا كثير انا والله بفكر هذا كثير يعني مسلية جدا. الكلية بتكون شغلة بشكل عام الجامعات الجامعة هي قيصر الحلم يعني ما اختلفنا بس قد ما تكون صار الحلم يعني هي كيان اجتماعي عن جد يعني الكلية شو هي؟ هي اربع حيطان ما بعرف شو كورة شوية منهج تعليمي يعني بشكل عام انا بوصفها كطالب طبي كورنس يعني مجرد جثة عن جد جثة ما لها شيء نحن الارم جثة بعدين نحن كرة دم نحن وضعي كنا عم نشوف كلها رح يساك علاقات اجتماعية تمام هلا شو العلاقات الاجتماعية ممكن نسويها او شو النشاطات الاجتماعية ممكن نسويها في عنا كثير اول شيء حكيم دورات ما يعني كثير دورات تعليمية كثير بتصير يعني دورات اسعاف دورات مجيد دورات باطنين دورات طب يعني دورات برنامج كثير شغلات فكرة ترفيهية كمان مباريات اسبوع الثقافي هذا كثير شغلة حلوة كمان كل سنة بتصير عندنا قوانين تيجي كلاش هذه
في المحمر لازم يفهم كده وعن هاي صور هاي المركز بطل ما كان عم يفهم كده يعني فينا عن الصورة هذا مين هذا قاعد فوق كان عم يفهم كده هاي صور اللي هذا كان في الإنشاء هذا أحد اسمه معرض اللي هي صور معرفة عن المساوي الجسم بحيث أمور يعني بالفرصة في كثير نشاطات تمام وتسوق عدد في هذا إن الله أنا ما عم بعرف عم بس بس حياة ترجع الجامعة يعني كل حين نسوي هيك اجتماعات وبداية علاقات اجتماعية كذا نتالك بوضعنا نتالك بوجهة رعاة يعني تمام هلا قبل ما نتخرج شغلين هلا حكينا أول ثلاثة والأربعة خمسة هلا سادسة قبل ما نحسن ما نخرج تحكي شوي عن جد هلا يا جماعة هذا والله قسم مرعب عن جد مع الأسف إنك تكون بس نسبة إيه ما تخرج هو المفروض حد هلا يعني ما له قدر يعني استعان بالطريقة هاي الحرام وقسم مرعب يعني ما تقلق تمام بس هذا من هلا نعرف يعني مشان يعرف شو بيشتغل شو أخذ قيس مني شو مشاكل نوعا ما ماشي حاجة طيب بعد خرجنا طبعا مشاكل هو دعاء تنا مشكلين هاي هاي الناس هاي هاي الفصل لسه ما خلصنا يعني مع الأسف على قرب تخلص من خرج تفرح إلا هنا ما نفرح نكمل طبعا اختصاص مفضل يعني على المعدل على معدل الجامعة مثل البكالوريوس تماما يعني الله يوجهكم يعني شكرا جزيلا طيب شو معرفة الناس هاي اللي ما في مش خلاص طيب هلا في عنا طريقين بعد ما نخلص يا إما إن نحن الحاجة ما نعمل هي الطول ثلاثة برة وهذا خيار كتير وهم يعني يعني إذا كان قلية بصير في هجرة طول طالب على ما نكمل طول على شو يا إما نكمل هون في اسمه نختص في مكان في ربع معرفة لو صحيح كنت تابعين عن اختصاص على السريع بس اللي بعده تمام العدد السنوات ما بين أربعة وستة على حسب الاختصاص يعني مثلا جلدية غير جراحة طبية مثلا والحمد لله هو يعني مربي كان بيدفعوا لك مصاري 12 ريال عيش كان يعني عيش كان يعني تمام النظام التعليمي هذا اللي يعني اللي بدنا هو نظام رمي شو يعني هم يعني السنه الثانيه بعلم الاولى او المهم يعني الرابعه يعلم الخامسه فوتبول الخامسه بعد الرابعه عمري كان فوتبول فهذا بسموه يعني ما بعرف بسموه دارك كلاين يعني اعمى معلم اعمى طالب السنه الثانيه هو اعمى فعلى عندي اعمى منه اللي هو طالب السنه طبعا مو صحيح الكلام انه يعني في كثير فوائد هيك تخلي النظام هذا ما في مشكله يعني الا فوائد انه المضارع ما رح احكي كذا عنه بس بشكل عام هذا اسمه يعني من الاحياء اللي بعدين خلاص انا تخرج بعدين طبعا لا مو في عم تلاحظ هلا ان شاء الله بدي نخطب تمام بعد ما بجد الثاني والله يعطيكم العافيه طبعا شكرا لكم على